الصحفي محمد بوذياف بالعاصمة. آمنة بن نبي، آمنة، كيف هي الأمور عندك؟ نعم زميلي ناصر، صباح الخير. صباح الخير لكل مشاهدينا الكرام. كما ذكرت منذ قليل، بعدما غزا امس مكتتبي عدل اثنان الوكاله الوطنيه عدل بسعيد حمدين للحصول على الرقم السري الذي ضيعوه، دفع الوكاله وزاره السكن الى فتح مكتب هنا على مستوى مركب الرياضي محمد بوذياف وما يعرف بخمسه جويليه. المكتتبون ومنذ صباح اليوم، منذ حوالي الساعه السادسه صباحا حسب شهود عيان، توافدوا هنا من أجل الحصول على الرقم السري الذي ضيعوه. الرقم السري أيضا الذي تم فيه التسجيل في المرحلة الأولية منذ 3 سنوات في 2013. كما تشاهدون زميلي ناصر الآن، من خلفي المئات حضروا اليوم المكتب الخاص بوكالة عدل على مستوى المركب الرياضي لاسترجاع رقم السري أو رقم السري من أجل تمكنهم من اختيار المواقع. المكتتبين هنا وحضروا من حوالي 10 ولايات وهم المعنيين باختيار المواقع، من بينهم العاصمة. هناك أيضا يعني المكتب لم يفتح أبوابه إلى حد الآن، والساعة تشير إلى حوالي 9:10، وكان من المفترض أن يفتح أبوابه منذ حوالي 40 دقيقة. هذا كل ما لدينا إلى حد الآن زميلي ناصر. للمزيد من التفاصيل فيما يخص الأمور التنظيمية، هل ستنجح العملية خاصة بعد نقل نقل المكتتبين من مكتب من المديرية بسعيد حمدين إلى مركب الأولمبي محمد بوذياف؟ هل ستنجح العملية؟ يعني بوادر النجاح هل هي موجودة؟ نعم، إلى حد الآن زميلي ناصر هناك العشرات من أعوان الأمن إضافة إلى أعوان الشرطة لتنظيم هؤلاء المكتتبين. كما تشاهدون من خلف، كل الأمور جارية على قدم وساق من قبل أعوان الأمن، هما يعني ينظمون مكتتبي عدل اثنان إلى غاية أن تفتح مكاتب عدل أبوابها. إلى حد الآن يعني من حيث أعوان الأمن وأعوان الشرطة، هم يقومون الآن بتنظيم مكتتبين لتفادي وقوع أي فوضى. نعم، شكرا لك آمنة.